لا امتحانات إلى غاية فتح باب الحوار لتسوية كافة المطالب العالقة. لسان حال الأطباء المقيمين الذين اتخذوا قرارا بمقاطعة رزنامة الامتحانات وفي كافة التخصصات بداية من الأحد. المقاطعة التي شرع فيها الأطباء المقيمون شملت تخصص طب الأطفال الذي برمج هذا الأحد لتمتد لكافة الامتحانات وفي كل التخصصات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان في قادم الأيام. الامتحان الأول فعل الاختصاصات النهائية، يعني اليوم طب الأطفال هو الامتحان الأول، كان رزنامة من 7 جانفي حتى 30 جانفي على حسب الاختصاص، واليوم الامتحان الأول كان تاع طب الأطفال يعني تقاطع 100%، يعني ما كانش واحد دخل الامتحان هذاك. المقاطعة التي اتخذتها التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في لقائها السبت ستستمر لغاية نهاية رزنامة الامتحانات بتاريخ 30 جانفي الحالي، وذلك في كافة الكليات الجامعية والمستشفيات المدنية والعسكرية. امتحان وطني، امتحان وطني يعني الأطباء المقيمين اللي يكملوا التكوين تاعهم يروحوا يمكن رئيس لجنة الامتحان، يعني كما تاع بالنسبة للأطفال رئيس لجنة الامتحان هو من جزائر العاصمة، يعني الأطباء المقيمين اللي يكملوا الاختصاص تاعهم جاو كامل العاصمة باش يديروا الامتحان. إذا كان امتحان آخر يعني رئيس لجنة الامتحان يكون في وهران، الأطباء المقيمين قاع يروحوا لوهران باش يفوتوا الامتحان هذاك. الخطوة الحالية تأتي بعد أيام قليلة من دخول الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح وحركات احتجاجية، لتأتي خطوة مقاطعة الامتحانات لتزيد الوضع تعقيدا. في ظل تمسك الأطباء المقيمين بآلية التفاوض لتسوية المطالب العالقة وتأكيد الوصاية بأن أبوابها مفتوحة للحوار، تدخل القضية منعطفا غير محمود في مسلسل عنوانه حوار الطرشان.